طب ما فيش ولا عمود من الزمالك هيمشي؟ لا طبعا انت عارف طبعا. يعني لا فرجاني ساسي ماشي، يا بص يا بيه انا قاعد مع بص ولا عبد الله جمعه ولا يوسف اوباما يا باشا، ما فيش حد في دول ماشي خالص، دول متبتين. عارف يعني ايه متبتين؟ بالفلاح ما شالوش المضرب يعني. دول ماسكين في النادي، دول ولاد محترمين جدا ومؤدبين وملتزمين. طيب هيتم الاعلان بشكل رسمي عن التجديد للثلاثه دول امتى؟ اولا ده فاضل لهم، بص يا بيه اتفضل، كلهم فاضل لهم سنه ونص. تمام، انا بس اخلص افريقيا ونبتدي نتكلم في الصفقات اللي جبناها ونكمل التجديد. هم فاضل لي ثلاثه في التجديد، فرجاني وده لسه السنه ونص اللي جايين، واوباما وكانوا معايا الاثنين قالوا لي اول ما نخلص افريقيا هنيجي نمضي على بياض. خلاص ما عنديش مشكله مع اللعيبه عندنا. ليه؟ انت بتدي احسن مرتبات، بياخدوا فرصهم في وقتها. تمام، ربنا كريم ووفاء، مدير فني محترم ومشي في كوره على كوره محترم واخد بالك. فمجلس اداره واقف بيساند، في اسماعيل يوسف ده راجل كان كابتن مصر وكابتن الزمالك طبعا، ففي منظومه محترمه. طيب حمدي اللاهوني اللي هو اللاعب، انا عارف ان حضرتك طبعا الاسماء يعني ايه، لكن هو اللاعب الترجي او اللاعب الليبي دوت، هل نادي الزمالك فعلا قريب للتعاقد معاه؟ ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. هل ممكن اجيب 15 اجنبي؟ يبقى بالتالي حضرتك ما بتفكرش فيه، او نادي الزمالك ما بيفكرش. طب اقول لك حاجه؟ اتفضل. ايوب الكعب اتعرض عليه قلت مش عايزه، مش عشان ايوب وحش، علشان عندي مكانه. يعني البوزيشن بتاع ايوب الكعبي في ناس بتلعب مكانه. هل كاسونجو هيمشي عشان ابراهيم سعيد عايز يمشي كاسونجو؟ ابراهيم سعيد عايز يمشي كاسونجو، عايز يمشي ام كاسونجو، ابو كاسونجو. هو كاسونجو او كابونجو مش مشكله، اختار انت رايك. اولا مش انا اللي بقول مين يمشي ومين يبقى موجود. اولا كاسونجو الفلوس اللي احنا اشتريناه بيها جبناها بالاعراض. تمام، كاسونجو لاعب كويس جدا، ولد مؤدب ملتزم ما بيعملش مشاكل. المدير الفني هو اللي هيقول، او لو كان قال مين يقعد وين يمشي مش هنعلن دلوقتي قلت لك الا بعد ما نخلص افريقيا. ماتش بكره ماتش صعب للزمالك قدام بيراميدز. طبعا طبعا ماتش صعب جدا، بيراميدز من الفرق القويه، هو خد وش القفص من كل الانديه. يعني احنا كان عندنا من وش القفص بتاعنا مثلا علي جبر، وعندنا احمد الشناوي. لا 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 سيبك من احمد الشناوي. لا اللي يقعد مع محمود الخطيب قبل ماتش الاهلي والزمالك ثلاث ايام في بيت تركي الشيخ ما باش وش قفص، يبقى اعرض القفص ما تكلمش عنه ده. وبعدين تلاقي فوت ثلاث اجوان ما تكلمش عنه. لكن عندنا عمر جابر، وعندنا علي جابر، وعندنا احمد توفيق. مظبوط؟ مظبوط. وبعدين خد من الاهلي او ما خدش من الاهلي، هو خد من الاهلي جده بقى عبد الله سعيد. تمام؟ وخدت روري من المقصة. يعني خد يعني عاملين فرقة كويسة. فاروق محمد فاروق ده لاعب كويس جدا. طبعا. واخد بالك؟ دونجا لاعب كويس جدا جدا جدا. بمناسبة دونجا اللي حضرتك بتقول اللاعب كويس جدا جدا جدا، ممكن نشوفه في الزمالك السنة الجاية ولا لا؟ شوف أنا كلمت السيد رئيس النادي على ثلاث لعيبة في بيراميدز عشان خدت أوكي إن إحنا نقعد نتكلم معاهم. والأول الأول خد موافقة النادي. تمام؟ أنا لن أتحدث عن أي لاعب هيخش نادي الزمالك أو هيطلع من نادي الزمالك إلا بعد إن شاء الله الماتش النهائي بتاع أفريقيا بإذن الله. إن شاء الله الزمالك هيسافر الى للمغرب ان شاء الله بطياره خاصه. طياره خاصه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. واخدين بعثه عالميه محترمه. مسافرين باذن الله، ربنا يوفق الاولاد هناك. ماتش هو البص عايز اقول لك البطوله الماتش اللي هناك. اكيد طبعا. انت ربنا كرمك في الماتش اللي هناك، ربنا يكرمك هنا وسط جماهيرك الزملكاويه المحترمين جدا جدا الواقفين معاك في السراء والضراء. تمام؟ وصلت النهائي الزمالك يعني غالبا بامر ربنا غالبا يعني لما بيوصل نهائي بيكسب بامر الله.